ودي حاجه قصه تستحق التوقف، لكن كيف بدا كارتيرون للزميل العزيز ايهاب الخطيب وهو يحاوره بالامس في حوار غير مسبوق؟ استاذ ايهاب اهلا بيك. مع الوضع في الاعتبار يا ايهاب ان الشوارب عمال يقول الوقت. ايهاب اهلا بيك. السلام عليكم جميعا، اهلا بك يا استاذ ابراهيم استاذنا العزيز والغالي، اهلا بالمهندس عادل الفقيعي. طبعا يعني مش عايز اكبره واقول ابويا وحبيبي، لكن اخويا الكبير طبعا، وانا دايما بسعد بيكم وبتعلم منكم وبتعلم منكم دايما حاجات. لا انت حاجه رائعه، عملت حوار، عملت شغل حلو قوي وغير تقليدي وغير تقليدي، قدمت الراجل في اجمل صوره يعني. والله يا باشمهندس احنا حبينا نقول ان يعني طبعا انا بقدم الشكر للجهاز الفني للنادي الاهلي والمجلس الاداره والاستاذ خالد توحيد رئيس المحطه على الاسلوب اللي هيكون فيه اداره بشكل مميز جدا للمحطه، وده واضح جدا جدا على الشغل. فعايز اقول ان الحلقه انا حطيت قادرة على اني مش بصراحه يعني مش موجود على قناه النادي الاهلي، على اني موجود على اي شاشه اخرى بدون اي محاذير خالص، ويمكن حبيت اكلم مستر كارتيرون قبل الحلقه واقول له لو في اي حاجه مش حابب نتكلم فيه نناقش فيها. الراجل قال لي كل اللي نفسك تقوله قوله، ما فيش سقف خالص، واعمل اللي انت عايزه. بصراحة أنا مشيت معاه واحدة واحدة، وعايز أشكر الدكتور عمرو محب جدا جدا إن كان موفق في أسلوب الترجمة الفورية تقريبا يعني. بالظبط، كان موفق وكان واضح وسلس وسهل عليا وعلى مستر كارتيرون الحوار بشكل كبير جدا، وما حسيناش إن في حد ثالث في الحوار، وحسينا بالظبط دي نقطة مهمة قوي. حسيت مشاعري في السؤال واصله لمستر كارتيرون قبل ما يجاوب وهو بيسمع ترجمه السؤال، وده كان مهم جدا. امانه الترجمه بالظبط، ده كان فارق بشكل كبير جدا. ولكن انا يعني اول مره، رغم ان انا بحضر الحلقه دي بقالي فتره وبشكر كل زمايلي في الاعداد ومحمد الوصي وكل طاقم الاعداد وعمر البنوبي وكل الناس، لانهم عملوا فعلا محتوى مميز جدا. لكن اللي عايز اقوله ان وانت طبعا يعني بالتاكيد مجهود برجاوي كمخرج كبير في الحلقه كان له تاثير برضه. لا برجاوي طبعا المايسترو بقى على الهواء. المايسترو على الهواء امبارح. وطبعا في ناس كتير مهما اشكر في ناس هتقع مني في الشكر، لكن عايز اقول كلمه واحده، ان انا بقالي اسبوع مثلا بذاكر شخصيه هذا الرجل، لقيت قدامي شخصيه ثانيه خالص، لان هو ملوش اي اللقاءات اللي تبقى قبل الماتش او بعد الماتش، فبالتالي الحديث معاه ملوش اي حوار تلفزيوني موجود اي حته. فملوش، وحتى فكتالوجه لسه مش معاك. بالظبط، وحتى حواراته قليله جدا، ولكن كلامه واضح جدا، وهو الحوار اللي كان في الفرنس فوتبول في التوقيت اللي حصلت فيه فرنسا على كاس العالم. الراجل اتكلم بشكل واضح جدا، عنده اربع ماتشات ان شاء الله هنكتبهم، محتاج مدافع ده قبل ماتشات افريقيا وهجيب ساليف كولوبالي وهيندمج مع الفريق بسرعه، انا لاعب عارفه كويس، المنافسه في الدوري صعبه. كل اللي هو قاله تحديدا برؤيته ماشي بشكل كبير جدا. تشعر يا باشمهندس، تشعر يا استاذ ابراهيم ان هو الراجل هادي الطباع جدا، ومش عشوائي، مش عشوائي، هو شرس جدا، شرس جدا، محترف جدا، قوي جدا، مؤدب قوي. هاي الناس فاهمه انه لما يوطي ياخد راي محمد يوسف يلسنه، بالعكس ده قوه منه، مش قوه منه، لانه قال جمله واضحه جدا امبارح في الحوار. انا باخد رايهم كلهم لكن القرار بتاعي. ولو لاحظت حضرتك وانا بقول له اكيد في وقت كده بيبقى يعني بتهزروا فيه مع بعض، راجل جد جدا جدا. انا بحب ناس تهزر قدامي بس مش في وقت التدريب ولا في وقت الملعب، ده مش موجود خالص. لان انا وانا بتابع وبكلم زمايلي اللي سافروا معاه السفريات قالوا لي بيستدعي الجهاز الفني الساعه 1 بالليل، يعني في تونس مباراه الترجي الساعه 1 بالليل ليله المباراه، استدعى الجهاز الفني واجتمع بيهم وقعدوا يتكلموا على تكتيكس وشغل فنيات، يعني الراجل ما بينامش. انت عارف عمل لقطه يا استاذ هاب فيها ذكاء وفيها عمق انساني وفيها درايه، هو طالع فين وبيعمل ايه وبرضه بيفكر في ايه. لما جبت له عيلته وقال لك جابوا لي القميص ده وانا طالع بيه عشان
لما يشوفوني بيه يفرح ويحس قد ايه فاكرهم. فاكرهم رغم ان الراجل قال لك انا مطلق من 17 سنه. قال قال لي انا مطلق ما حدش وانا تزوجت الكوره. بس طبعا هو واضح جدا جدا ان هو مركز جدا في الكوره بشكل كبير جدا، وفعلا واضح من السي في بتاعه كلاعب وكمدرب. وبعدين هو لقب المغامر يا باشمهندس والزبرين ما جابوش من فراغ، لان هو ساعات بيكون بيحقق التارجت المطلوب منه وبيسيب الفريق اللي هو فيه عشان يحقق تارجت تاني. لكن هو مع الاهلي عنده امنيات كتيره جدا، عنده احلام كبيره جدا، عنده طموح. وكان اللي لفت نظري كمان اول ما دخل النادي الاهلي قدام دولاب البطولات ده لفت نظري بشكل كبير جدا، وقف قدام كاس افريقيا وشاور عليه وخد من وقته كده ومشي. فانا سالته تحديدا فقال لي انا عارف قيمه الكاس ده عند الاهلاويه وعند جماهير الاهلي، وده اكتر حاجه ان شاء الله مع الدوري بسعى ان شاء الله ان اجيبها ويبقى الاهلي موجود في كاس العالم للانديه. فهو في من شخصيه النادي الاهلي، في من شخصيه المديرين الفنيين الكبار، تشعر انه واحد من مشجعي النادي الاهلي انه عارف طموحات جمهور النادي الاهلي. حاجه الابرز يا باشمهندس اللي حضرتك بدات فيها في الحوار وحاجه مهمه جدا، قلت ان هو ما رضيش يحمل النادي الاهلي الشرط الجزائي للفريق فينيكس الامريكي. الحاجه الاكبر برضه يا باشمهندس ان الفريق الامريكي ما زعلش من كارتيرون، بالعكس ده عمل له وداع اسطوري وشكروه على الفتره دي وعملوا له كليب وداع مخصوص. يعني شوف راجل وقالوا له عارفين قيمه الاهلي وعارفين انك رايح فين كده. فشوف الراجل ماشي باستخدام الشرط الجزائي ودفعه وما قالش للاهلي، والطرف الاخر بيعمل له وداع كبير جدا ومميز وبيقول له القيمه الكبيره اللي انت رايحها احنا عارفينها وعاملين فيديو كليب على الموقع بتاع النادي. شفنا الكلام ده طبعا يا هاب، وكلام مجهود الحياه يا هاب، يعني ان الراجل مش فاشل، مش كاسرين وراه قله ولا بركه ان جاله حاجه، ده بالعكس بنحييك يا هاب، بنحييك على الجون الجميل ده اللي انت جبته. انا وان شاء الله مزيد من الاهداف علشان المزيد من الاضافات المميزه لقناه الاهلي ان شاء الله. بشكركم جدا، وعايز اقول لكم حاجه قبل ما اقفل. اتفضل. ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي ابدا ايهاب الخطيب، شكرا جزيلا ليك. دهمنا الوقت، كان لسه في محتوى كتير عايزين نناقشه، لكن ان شاء الله بس كان كله حاجه لازم تاخد حقها. كله لازم كان يناقش. منتخب مصر هيبدا يوم السبت عهد جديد مع اجيري.